نجاح كبير منقطع النظير وليس له مثيل، نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة بعد جلسات مناقشة تميزت بأعلى أعلى درجات الحب والوئام والانسجام بين نواب 8 و 14 أدار، حيث تخلل تبادل الوجد والغزل من أعلى الدرجات بين بعض النواب بإدارة ضابط إيقاع متمرس بالرأس على كل الإيقاعات حسب ما بتقضي النغمات والموجات. وإننا في هذا المجال ندعو إلى احترام خيارات الشعب السوري ونطالب بوقف زمرة الشتامين والمطبلين. بيجي دورك تحكيها. لا تجاوبني. لحظة يا عم يتحدث سوريا. يا عاصم منو هذاك؟ دولة الرئيس، أنا الحقيقة ما سمعت كلمة الزميل عاصم أنصو لأنه قال مينو هالكلب اللي عم يتحدث هناك. ما قال شيء، فأنا بدي أقول له هو الكلب مش أنا. اسمح لي. قال هيك، قال هيك. أنا اسمع وقت بده يحكي كلام بيحكي كلام. أصبعه كلاب الكلام. عاصم أصدقك ولا عاصم؟ عاصم يا يا زميل يا اسمع ناس. أنا جيت بإرادة الناس مش بإرادة حدا، وهذا الكلام مش مسموح. دولة الرئيس صار في تشهير. لحظة يا علي، فبصير دولة الرئيس انت بتعبر عن رأيك وبس، ما بتقرر شو مسموح وشو مسموح. بدو قرر كلام مفوض من أساس. هذا كلام بعدين هذا كلام حق عدائية. شو على كلام يا علي؟ دولة الرئيس هي أسوان بالسلاح يعني. لا ما بصير هذا الكلام دولة الرئيس ولا بشكل. اسمع، احنا اذا عاطين الاذن الصماء لمثل هذا الكلام جمهور ما بيسمع. انا بدي اقول للجمهور هلا، اسمح لي يا هذا كلام الفتنه، واذا كنا مش عم نرد عليه لانه بدناش نسمح لعملاء المخابرات المعروفه ان تحدث بهذا البلد فتنه. بيشبهك مش بيشبه الفتنه، هذا بيشبهك لإلك اللي انت. لك انت عميل المخابرات معروف قد ايش شعرك. لا مش معقول هذا الكلام. انت معروف قد ايش شعرك. مش معقول هذا الكلام. الاتهام بالعماله معروف قديش. هالشيء بالعياط يا دولة الرئيس، ماشي بالعياط. لحظة شوي دولة الرئيس، لحظة شوي. لكن تفضل. لكن لحظة يا نهان، نحن عم نتاجر بالشهداء. طلع فيي. ايه عم طلع فيك. ايه نحن عم نتاجر بالشهداء. ايه او لا؟ مين انتو يعني؟ طلع فيي كل الخطبات. أنا وقف سامي. أنا عندي خي شهيد. أنا ما عم بوجه لك لإلك الكلام. أنا ما عم بوجه لك لإلك الكلام. شهد العصب يا شخصي. شهد العصب. أنا اسمح لي دولة الرئيس. شهد العصب. خليني جاوبك. دولة الرئيس. ما فهمت. دولة الرئيس. مش إذا طلبنا. مش إذا طلبنا بمعرفة بمعرفة شهدائنا يعني صرنا عم نتاجر بالشهداء. شو كنا نتخلى عنه ونقول لنا. طول بالك. ما بيصير. طول بالك. اسمع. لانه ما قادرين نغادر ولا قادرين نسمع. هيك ما فينا، ما بنقدر. دولة الرئيس يعني الموضوع عندك. شوف شو بدك تسوي معهم يا الناس، شو ناويين اليوم. انا ماني عارف. واضح لنا من وقت ما جينا على هاي الجلسه انه راح يستغل هذا المنبر لكل واحد اللي شو يعمل قاعده. لا بدنا نتفق. هذا مش بالنظام دولة الرئيس. هذا مش بالنظام. اذا في خروج هذا مش بالنظام. الكلام هذا منه بالنظام. مش انت بتقرر. انت بتحدد. هذا منه بالنظام. مش انت اللي بتقرر سامي. منه النظام. مش انت اللي بتقرر. الرئيس بيقرر. لحظه يا شخصيني. طلع يهني دولة الرئيس بس يهني. لحظه تريد او ظهرك وانت وزير وبعد هون. هاي وحده. انا بعرف انه مش هلا انا عم برد. انا عم اقدم لهم خدمه كبيره. انا راح اقول لك اياه هذا التالي ولقلنا كلياتنا. اللي بده يحكي يحكي، نحن مش سامعين. اسمع.
بعضن وتركوا بعضن، ونالت الحكومة المهضومة الثقة وطلعت للناس بلا ثقة. نالت أكترية الأصوات بالبرلمان وخسرت أصوات الأكترية بالشارع، وصار اسمها حكومة الحزب الواحد. وهدي يا حكومة إن كان فيكي تهد. سمع.